اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم عشاق السيارات. ودلوقتي احنا بنتفرج من داخل جناح ام جي على السياره ام جي 360، يمكن تقريبا هي السيدان الوحيده في المجموعه بتاعت ام جي. زي ما شايفين ام جي مركزه تقريبا في السيارات الاس يو في، كل السيارات بتاعتها اس يو في ما عدا السياره الام جي 360. تعالوا نتفرج على العربيه ونشوف العربيه كلمحه خارجيه سريعه زي ما احنا متعودين. الشبكه الخارجيه هنا اللي في الخطوط النيكل كروم بعلامه الام جي الكبيره، نفس التصميم تقريبا بتاع كل سيارات ام جي، الخطوط النيكل كروم اللي موجوده هنا في فتحه التهويه الكبيره. هنا الفوانيس الاماميه زي ما شايفين هنا كده بدون الرمش الليد اللي تقريبا في كل السيارات دلوقتي حاليا. شايفين الكبوت فيه ثلاث تضليعات اهمت اللي هم هنا 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 كده زي ما شايفين. هنا المفروض ده اخد ابتداء من اول العلامه وماشي هنا وصولا لحد صدر السيارة. طيب هنيجي هنا نكمل. المفروض ان تصميم بسيط خالص، التصميم بسيط خالص زي ما احنا شايفين هنا كده، الشولدر لاين بسيط هنا، ومكمل برضو تقريبا دي علامة تصميمية في كل السيارة، مكمل هنا لحد ما واصل للفوانيس الخلفية. الفوانيس الخلفية اضاءة هالوجين عادية ما هياش ليدات، واضح ان السيارة هنا عاملينها بتصميم بسيط قوي. زي ما شايفين هنا بقى التصميم بتاع المؤخرة تصميم كلاسيكي، بتفكرنا بالفولكس فاجن باسات، الشكل اللي هو شكل الفوانيس بالتصميم البسيط قوي ده. شنطه السياره بتفتح كهرباء زي ما شفنا، وشنطه السياره ما شاء الله عملاقه، يعني فعلا عملاقه بجد. شايفين هنا المساحه قد ايه بارتفاع قد ايه، ولكن مشكلتها ان الارتفاع هنا ضيق وفي نفس الوقت حافه التحميل عاليه. تمام، دي كده الفرده السبير، وفرده سبير صغيره برغم ان المكان يستحمل ان احنا نحط فرده شنطه سبور كمان، المكان هنا كبير. تمام، دي شنطة السيارة، شايفين التغليف هنا، التغليف والتقفيل بتاع السيارة والخامات المستخدمة أنا شايف إنها خامات مميزة والسيارة حلوة، يعني السيارة حتى الآن كل اللي إحنا شايفينه جميل. هنا طبعًا الكاميرا الخلفية وحساسات الركن الخلفية. لاحظوا هنا الموتور وهو داير، دلوقتي الموتور داير أهو زي ما شايفين بيسقط مية، المية اللي نازلة على الأرض دي، معنى كده إن الحريق بتاعه كويس. طيب، تعالوا نتفرج على صالون السيارة. المقبض النيكل كروم، هنا الكربون فايبر او احساس الكربون فايبر زي ما شايفين هنا، ده بلاستيك، وهنلاقي هنا التطعيم الجلد اللي هنا في المنطقه دي، وهنا التحكمات بتاعه الاربعه ازاز كهرباء، وهنا التحكم بتاع المرايات الكهرباء، وده مكان كويس ليها. تمام، بعد كده هنبدا نبص بقى على اللمحه الاوروبيه، المفتاح بتاع الاضاءه موجود هنا في الجنب مش موجود زي السيارات الياباني هنا في الدراع ده، وهنبدا هنا نلاقي هنا الزرار ده المفروض ده بتاع مفاتيح الشبوره. بالنسبه للمقود، المقود بسيط خالص زي ما شايفين اهو، تعالوا نبدا ندخل نتفرج عليه. وهنا بالنسبه للكرسي الفرش بتاعه قماش، وهنا زي ما شايفين هنا كده القعده بتاعته. الخامات في السياره ام جي خامات معقوله، ويهمني طبعا دلوقتي اعرف سعرها، دلوقتي هنعرف سعرها. دلوقتي بالنسبه للكاسيت اهوت، الكاسيت بتاعه زي ما شايفين بشاشه وسطيه هنا 5 بوصه، وهنبدا نلاقي هنا كمان فتحات التكييف، المفروض ان هو فيه هنا بكرتين للتحكم في التكييف، وهنا التحكم في وحدة التكييف في الهواء فوق وتحت. طيب تعالوا نشوف الخامة هنا، الخامة هنا في الطابلو خامة ناشفة. من الواضح أو من خلال ما أنا دلوقتي اتفرجت على سيارات ام جي سريعا، تعتبر ام جي 360 الأقل فيهم كتجهيزات وكفئات، ولكن هل هي سعرها مناسب؟ هنشوف دلوقتي. دلوقتي ده المقود، المقود طبعا ماكسي جلد ومتخيط اهو، خياطه تريس داخلي، فيها مثبت سرعه زي ما شايفين، فيها شيفتات هنا في الدريكسيون، وطبعا دي حاجه حلوه برضو، وفي هنا التحكم في نظام المالتي ميديا، وهنا الخطين الفض دول عاطيين شكل حلو للمقود. طيب تعالوا بقى هنتفرج على العدادات. الفكره هنا بقى في العدادات، تعالوا اتفرجوا عليها كده من جوه. دلوقتي المفروض ان الموتور داير هنا في 800 لفه، ده الار بي ام هنا الكتروني، وهنا العداد بتاع السرعه، لاحظوا كده الار بي ام. طيب صوت الموتور جوه المقصوره هل هو واضح؟ لا، صوت الموتور حلو، يعني العزل بتاع صوت الموتور بالنسبه للمقصوره انا شايف ان هو كويس. احنا دلوقتي بنزود جامد اهو، شوفوا يعني احنا دلوقتي بنرفع الار بي ام اهو ل 4000 لفه، ومع ذلك الصوت ناعم. هنبدا هنا نتفرج بقى على لمسه الكربون اللي هم عاملينها هنا مع التابلو، السياره كشكل بشكل حلو. طيب هل هم فعلا هنا في نظام ثبات الكتروني؟ لاحظوا كده هنا في العدادات، دلوقتي انا بفتحه وبقفله اهوت. طب والله ممتاز ان السياره في الفئه دي ويبقى فيها نظام ثبات الكتروني، وكمان التاير بريجر كمان فيها هنا النظام اللي بيقيس ضغط الهواء في الاطارات وانت سايق، وبيحذرك لو في مشكله في ضغط الهواء في الاطارات. لاحظوا كمان ان في هنا تويترات علويه. المفروض ان السياره على ما انا شايف كده مبدئيا السياره خامات حلوه، تقفيل كويس،
وفي نفس الوقت حاطين فيها اوبشن عالي، يعني ان انا اعمل لك نظام ثبات الكتروني والشكل العام ده الحلو. لا هي العربيه حلوه مثبت سرعه، لا هو كلام جميل لحد دلوقتي. الكرسي بقى بالنسبه للراحه بتاعته فهو كرسي مريح، صحيح السقف جاي بميلان زياده بس الكرسي انا قاعد مستريح مش قاعد تعبان. تعالوا نشوف بقى الكرسي من ورا. الكنبه الخلفيه واسعه، يعني المفروض ان الكرسي الامامي راجع لورا للاخر، بس لاحظوا هنا كده ان انا قاعد مستريح. لا العربيه فعلا حلوه يا جماعه والله. هو طبعا يهمني قوي سعرها، يعني انا شخصيا عايز اعرف سعرها دلوقتي، المفروض ان هو في البروشور اللي معايا. فعلشان الامكانيات دي امكانيات كويسه زي ما قلت لكم، لا التقفيل فعلا متميز عن سيارات صينيه كتير. تمام، القعده مريحه، الليج روم اللي هي المنطقه بتاعت الرجلين ممتازه، الهيد روم ممتازه، في هنا مسند وسطي زي ما شايفين هنا كده بفتحات هنا علشان تحط فيه اي حاجه، هنا كوبايات كاب هولدر يعني. تمام، في هنا شبك هنا في الجنب علشان تستخدمه ان انت تحط فيه حاجه، مفيش فتحات تكييف خلفيه، وهنا في نفق فتيس وسطي عالي. تقريبا دي كده السياره ام جي من الداخل والخارج. طيب اللي باقي لينا دلوقتي الموتور، وطبعا في الاخر هنعرف سعرها، لان زي ما قلت لكم انا يهمني اعرف سعرها، لان السياره امكانياتها حتى الان امكانيات كويسه. الكاوتش بتاعها ماكسس مش زي باقي السيارات التانية، كان بيبقى الكاوتش بتاعها ميشلان، هنا ماكسس. والكاوتش بتاعها 205 55 16 نازله بزمون 16. اللي بنتفرج عليها دي المفروض ان هي اعلى فئه. طيب تعالوا نتفرج على الموتور بتاع السياره. دلوقتي جينا لقلب النبض للسياره، موتور السياره. موتور السياره موتور 1500 سي سي، بيخرج 109 حصان 135 نيوتن، ومرتبط بجير 4 سرعات. طبعا كنت اتمنى ان نفس الامكانيات اللي انا شفتها جوه بالتشطيب ده يكون على موتور اقوى شويه واكبر شويه. موتور 1500 109 حصان هيدي العربيه دي اداء عادي، انما مش هيبقى فيها اداء قوي او مش هيديك اداء مميز، ولكن في النهايه برضو موتور 1500 4 سلندر عادي، حقن طبيعي، مفيش فيه طبعا تيربو، مفيش فيه اي مشاكل، مفيش فيه تعقيد في الكهرباء، وطبعا جير 4 سرعات، المفروض ان هم ما يعملوش اي مشاكل خالص. فانا بحب دايما السياره بيبقى فيها بساطه لان بتبقى اكتر عمليه. طيب اخر حاجه طبعا كلنا حابين ان احنا نعرفها دلوقتي، سعر السياره اللي قدامنا. سعر السياره المفروض انها اول فئه 275، واعلى فئه اللي احنا اتفرجنا عليها دلوقتي 295. اللي ناقص السياره من وجهه نظري طبعا فتحه السقف، كانت محتاجه تبقى فتحه سقف، ومحتاجه انها تبقى بموتور اقوى من كده شويه، انما باقي اي حاجه تانية في السياره، السياره جميله، وحتى الان انا شايف انها كصفقه صفقه كويسه. دي كانت السياره ام جي 360.